يعني واحنا يعني قربنا من ختام الحلقه في الدقائق الاخيره من هذا اللقاء يا استاذ محمود، عايزين نتكلم عن لسه كان بيثار كلام كتير عن الاهلي ونجومه، من لم يستمر انتهى مشواره في الملعب، من انتقل او تعاقد مع نادي اخر زي احمد فتحي وانتقاله الى بيراميدز. كان في اقاويل وشائعات تم تداولها ان النادي الاهلي سيتجه الى تجميد نشاط احمد فتحي داخل النادي بعد ان وقع على نادي اخر، والنادي الاهلي نفى الكلام ده جمله وتفصيلا. النادي الاهلي عنده اداره وعقليه احترافيه في التعامل مع الملفات دي، والمفروض ان عنده واحد من كبار نجومه الى اخر يوم في ايام تعاقده، والنادي الاهلي وجه الشكر لاحمد فتحي على كل ما قدمه ونجاحاته مع النادي الاهلي، وانه له الحق ان يختار ما يشاء في الفتره الجايه، وابدى كمان تمسكه لاخر وقت باحمد فتحي في عمليه محاوله تجديد التعاقد والتفاوض. شايف ازاي الكلام ده عشان يحسم بشكل نهائي؟ هو انا مساله يعني اللقطه بتاعت احمد فتحي وشايف كرامي دي لقطه جديده على فكره علينا على الدوري المصري، ان يبقى عندك لعيبه بتعرف بس انها انتقلت بس خلاص. يعني احنا عاوز اقول لك ايه، تدريجيا بندخل في المرحله خلاص عاوزين الامور دي تبقى ايه عاديه خلاص، ما عادش. بص احنا قلنا الانتماء من وجهه نظري كمتابع بعد حسام وابراهيم حسن ما انتقلوا لنادي الزمالك، خلاص الانتماء اصبح يعني شيء يعني مش بتحكم درجات المصلحه، ما عادش الانتماء الحب اللي هو يعني خلاص. لانه حتى لما حصل كتير جدا من جمهور الاهلي ما كانش مصدق اللي حصل، كتير جدا من جمهور الزمالك ما كانش مصدق ان حسام ابراهيم حسن دول يمكن يبقوا في ال بدات الامور تاخد الشكل اللي شبه اوروبا اكتر. خلاص لا خلاص من اللقطه دي يعني ابني عليها انه خلاص بدات، بعد كده اي حد تاني عادي يمشي يقعد يروح يجي والكلام ده. مساله انه النادي الاهلي يمنع احمد فتحي انه يتدرب كلام يعني بعيد عن المنطق، لان هناك لوائح وقوانين بتحكم المساله. يعني لو حصل هذا الكلام سهل جدا احمد فتحي بورقه يبعت للفيفا يقول له انا كذا كذا هنا كذا، يعني لو وصلنا الامور للاسوء. لكن لا، طب ده لاعب مهم والنهارده بيقول لك ايه، هيتم تمديد العقد لنهايه ايه الموسم. خلاص طيب نفترض انه الاهلي احتاج احمد فتحي في ماتش مثلا في نهائي افريقيا مثلا، هيبقى ايه الوضع؟ يقول له لا ما تلعبش؟ مش بتتكلم على الاحتراف ولا بتتكلم على الانتماء؟ وان لك الانتباه خلاص اركينه كده على جنب، خلاص مساله اصبحت من الماضي عشان ما نضحكش على بعض، من الماضي. الانتماء دلوقتي اصبح للمصلحه وللهدف، لاعب محترف يبقى لاعب محترف تاخد حقك منه لغايه اخر يوم دون المساس بيه. وعاوز يا جماعه لازم فاهمين حاجه، احمد فتحي ادى الراجل مع النادي الاهلي باخلاص وعمل وجهد، ما نسمحش للبعض انه يعمل فرصه انه يتم مثلا التطاول. هو شاف مصلحته في الحد في القرار اللي خده يحترم، خلاص شكرا. وانت شفت مصلحتك انك انت فضلت مصلحه الفريق على انك انت واضع اسس ونسق ماشي عليه، مش هتزود عنه عشان ما يحصلش عندك اضرب ومشكله. انت انتصرت لنفسك وهو انتصر لمصلحته، وعقدك وعقده مرتبط، عقده معاك لسه قدامه 3 4 شهور ولا لغايه ما ينتهي الموسم هتستفيد منه. لكن هنطلع دلوقتي نقول اصله يتمنع من دخول النادي، اصله يتمنع من مش عارف مين، او حصل مثلا بالشكل الاحترافي كلام السليم. لا ما فيهوش كلام، النادي الاهلي خبراته اكبر منه، اكبر لا منه. لا لا اكبر من كده، وده قرار اصلا. هل هو فايلر قعد يعني لما شفنا فايلر قعد في اجتماع مثلا هو وكابتن سامح حفيظ مثلا وكابتن محمود الخطيب قعدوا ناقشوا وخدوا القرار؟ يعني اللي بيجتهد او بيتكلم يعني ليه اجتهاده الشخصي، ليه مفيش حاجه رسميه؟ لا لا مفيش حاجه رسميه بتعبر عن المهم ان انا عاوز اصدر لك مشكله يعني فاهم انت.